اسألني انت شوية بقى في الفاكهة او اطبخ ايه لمين، يعني العب العكس بقى اللعبة. ماشي طيب. تطبخ ايه للزعيم؟ هو يحب الاكل البيتي اليومي اللي هو شوية رز وشوية خضار ونوع لحمة او فراخ مع شوية السلطة، هو تقليدي بيحب ده. ده، ايوه فهعمل له ده، بس هعمله له يعني هظبطه له وهنقي نوع الخضار، يعني هو ما ياكلش كوسة مثلا، هعمل له حاجة تانية طب بتعمل له مختلفة. حاجة جديدة؟ انا لو بفكر ابسطه بايه هعمل له كده، لكن لو عايز اغير له اعمل له حاجه جديده ولا افترض انها تعجبه يعني؟ هاكله بيتزا من تومس. هو كان محمد ابنه بياكله بيتزا من تومس كده، بس انا هاكله بيتزا مختلفه كده، ايوه اللي هي الالفريدو دي اللي ما فيهاش صلصه طماطم، دي عليها جارليك وايت سوس، ما فيش صوص اصلا ومقرمشه ورفيعه كده. ف طب تطبخ ايه لعمر خيرت؟ يا لهوي الاستاذ اقدره قوي ده. عمر خيرت هقول لك، هعمل له بيكاتا بمشروم صح وروزوتو، وهعمل له نوع سلطه صايع كده صح، هو ياكل شبه الريزوتو. لا مش هتقل عليه ده ابدا، عشان يقعد ولازم على البيانو حاجات كده، شامبينيون، ريزوتو، ايمانتال تشيز، هدلعه. ماشي. طب تطبخ ايه اللي هند رستم جايلك على موعد في العشاء وتقول لك اطبخ لي حاجه حلوه؟ هعملها اكتر حاجه انا بحبها في الاكل، ايه؟ السمك، مسمكه. انا اكل البحر ده بالنسبه لي صحيح. رقم واحد، انا كمان وجوه اكل البحر الجمبري رقم واحد. انا كمان يعني بجد والله، والله انا مش عارف ليه ما قلتش لحد هطبخ له جمبري. الجمبري ده اكله لحد ما يخلص، مش لحد ما انا اشبع، يعني ما يبقاش قدامي جمبري، لازم يخلص فعلا، اصل هو خفيف مهما اكلت. رهيب. وما احبش الاستاكوزا زيه. ليه؟ هو عباره عن جمبري بس بيشد. طب ما انا اكل جمبري يعني. الاستاكوزا جميله واكلها، بس الجمبري جمبري هو الماستر اللي هو ده. فانا هند رستم هعمل لها مسمكه لم تحدث. الانثى في حياه مروان سري، بس احنا جبنا سيرة في حاجات بقى تانية بقى عايز اخش جواك اكتر في البطانة، عايز اخش جواك ونرجع لورا شوية. اوكي. وانت صغير كان في المدرسة، انت مدرسة ولاد بس ولا ولاد وبنات؟ لا انا ولاد وبنات. كويس الحمد لله، ما عندكش العقدة بتاعت ان قعدت سنين ما بشوفش بنات دي بتوع. لا الحمد لله. مدارس ولاد بس وتعبانين نفسيا. احنا حطونا في فصل ولاد في فترة ما من ده طبيعي، اللي هم كلاب المدرسة ده اتحطيت فيه برضه، بس انت عامة متعود على بنات بس في حياتك. كنا في البريك ننطلق بقى افتح الحبل. فكنت انت بقى، هل ده متعامل من صغرك ولا عندك يعني هل كنت ترمي كوين توطي تجيبه قلم وتنزل تبص وحاجات كده، تستهبل وتدخل حمام البنات بدل الولاد؟ قال يعني مش واخد بالك الحركات دي؟ لا يعني كنت بعمل حاجات بس مش كده يعني، مش ايه يعني؟ تقريبا انت عشان اكبر مني شويه، فايه الجيل اللي قبلي. لا احنا كان حاجات اقدم، بس انا ما كنتش بعمل كده، انا بس هو الفورم بتاع السؤال يعني. لا بس كنت بروح في السكه دي. كنت بتحاول تختلس النظر بشكل ما. وروج جدا وبتاع ويلا وكذا ونتصاحب بقى ونفركش ونتكلم وحاجات كده. كنت بت اللي هو بقى يا جماعه. ماشي. انت كينكي ولا دوبل كريم؟ ليه كده؟ مفيش ليه، عادي مش عادي. يعني لا انا ممكن تبقى دوبل كريم. اوكي. مفيش حاجه. كينكي دي مش حاسسها مش حلوه. في ناس بتقلق من دوبل كريم. لا دوبل كريم، لا دوبل على الاقل يعني. انت برضه ايه؟ على الاقل دوبل. دوبل يعني. هموت. هموت. ماشي. دلوقتي بقى انت اعكس اللي انا عملته، يعني اي حاجه تيجي في دماغك مقارنات اسالها لي. اي حاجه؟ اي حاجه. ماشي. طب اعرف بقى، اهلي ولا زمالك؟ اهلي الحمد لله. اهلاوي الحمد لله. صلاح ولا بوتريكا؟ صلاح بالعافيه يعني. ماشي. ابو تريكا ليه حته في القلب كده، انا لحظه الجون بتاع الصفاقسي بتاع الفاينل. طيب. بتاع مانويل جوزيه. طب دي حسيت بحاجه ثانيه سريعه. انا لا لا، صلاح هو فتح لي ليفل انا ما كنتش بشوفه يا استاذ. انا كنت جوه اوضه وهو طلعني اقعد في الصاله. صح دي حقيقه. لا تنكر. دي بس حقيقة. وابو تريكه نفسه هو اول واحد بيقول كده. يعني ده حاجه ما لا، لو بتتكلم على مستوى ده ما يقللش من ابو تريكه، ده مش خلاف. وانا قلت لك ابو تريكه عامل ايه في قلبي انا اللحظه دي، لان كانوا حاطين له صوره فرعون على ركبه بيقدم الكاس. فانا كنت متضايق قوي اليوم ده، وهو شالني من زعل جامد يعني، فاهم؟ طبعا. فصلاح ماشي. طيب لو ارسنال لعب الاهلي، ارسنال ولا الاهلي؟ هقول لك لا، الاهلي 100% من غير تفكير، بس لو خسرنا منهم مش هبقى بزعلي لو خسرنا من اي فرقه تانية.
وصلت يعني لو خسر لو ارسنال كسب مش هبقى زعلان لان في فرق الكوره الاوروبيه وخسرنا من الفرقه الاعز على قلبي يعني فتمشي فثبتها ايوه لكن مفيش نقاش لا الاهلي طبعا طب مسرح ولا افلام لو خيروك تعمل سينما. حاجه واحده سينما سينما منى الشاذلي ولا لميس الحديدي منى الشاذلي منى الشاذلي ابراهيم عيسى ولا عمرو اديب عمرو اديب اسعاد يونس ولا تميم يونس ايه ده ايه ده يا راجل عيب يا راجل لازم ده اسعاد فعلا. لو سمعتك هتتضايق حتى اسعاد يونس لا 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 اوكي وانا لسه سامع يعني او شايف طلع فيديو بتقول ايه ده مروان سري في فيديو يوتيوبرز كده ف عارف لو انت عارفاني انت بجد عارفاني لا لا جميل انا بحبها جدا ايوه وانا لسه اقعد اكل معاها لقمه مش عارف ليه أوي. صح تفتح النفس الناس اللي بتجوع برضه قوي ايوه طيب عمرو دياب ولا مايا دياب في مش كويس كانت ماشي حلو يعني المقارنات كانت صعبه عيب زمايل انت كده عيب ايوه طبعا لا عيب اختيارك لاي حد ما يقللش من التاني لا بس المقارنه انا اتضايقني انا لو انت ما لا ما تحطش عمرو دياب جنب مايا دياب لا 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 افهم بقى السؤال الفن ولا الجمال ما هو ده السؤال لا يا فندم اللي هيختار عمرو يبقى اختار الفن واللي اختار مايا يبقى يعني عمرو عنده الجمال هو حر الشباب وبقى عمرو طبعا طبعا مدحت صالح ولا محمد منير 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 ولا مدحت صالح منير هو سؤال غبي ان انا اساله لواحد اسمراني عامه وجوزاء وارسنالي اسمر يعني اللون يا لالي يعني انا اصلا اكتر مغني في حياتي بحبه هو محمد منير وتاني واحد عبد الحليم حافظ فاهم حاجه لا لا عبد الحليم هو سؤال غبي مني بس انا برضو ما انا برضو حاطط مدحت صالح بقى يعني جامد لا جامد انا غلس برضو بس حطه مثلا مع علي الحجار صح تمشي. عشان نركن عليها اللي هي الحته الاوبرا دي 60 دقيقه مع احترامنا لا لا دول حبايبنا يطلعوا بيتفرجوا بقى